اخر موضوع عندنا وهو الفور فوت فراكشر. فور فوت فراكشر فايده الفوت ايه؟ نرجع تاني، فايده الفوت ايه؟ الهايند فوت هو اول حاجه بتحمل عليها، بعد كده الميد فوت هو بيمثل الريليشن ما بين الهايند فوت والفور فوت، والفور فوت فايدتها ان هي بتمثل ليفر ارم عشان تبتدي تعمل تيبتونج اثناء الجيت بتاعت. طبعا في ميكانيزمز هنشرحها في الديزيز مش موضوعنا النهارده، بس فكره الفوت ان هي عباره عن ترايبود زي اللي بيشيل الكاميرا كده، ترايبود. الجزء البوستيريور من الترايبود هو الكالكينيس. الكالكينيس بتشتغل كبول، يعني تلف ميديال فيحصل فيروس، تلف لاترال يحصل فالجس، وثابتين قدام على الفيرست راي والفيفث راي. ده الترايبود بتاع مين؟ الفوت. فممكن اما تيجي تدخل في فالجس ترايبود ده يتغير، تدخل في فيروس ترايبود ده يتغير. الفيرست راي يهمنا بيشيل قد ايه؟ حوالي تلت البادي ويت، يعني بينتقل للفيرست ميتاتارسال، وبالتالي الاثنين سيساموييد بون اللي اندر الهيد بتاع الفيرست ميتاتارسال حوالي تلت البادي ويت. وعشان كده الفيرست راي بنعامله معامله خاصه عن باقي الايه الريز. فوت سيريس احنا عارفينها، بنعمل انتروبستيريو ولاترال اوبليك، ودول في الغالب كافيين. ممكن تحتاج سيساموييد فيو او تنجنشال فيو للميتاتارسال هيدز، ممكن نحتاج كونترالاترال فيو او نعمل سي تي لكوميونيتد فراكشر بهذا الشكل. تريتمنت برنسبلز احنا عايزين نرستور الالاينمنت وفي نفس الوقت اللينس بتاع العظمايه ونحافظ على الجوينتس دي افيشنت مع بعضها. فلو عندنا فيرست ميتاتارسال شافت فراكشر او بيز، فيرست راي يهمنا ليه؟ لانه شايل تلت البادي ويت غير باقي الاربعه ريز. طيب فاللي شايل تلت البادي ويت ده لازم نريديوس الجوينتس بتاعته لو هو مكسور بالشكل ده. ممكن تثبته بشرايح ومسامير، ممكن تثبته بسلوك، ولكن يهمنا هنا لو انت عندك الفيرست تارسو ميتاتارسال جوينت مكسوره او في انترا ارتيكولار فراكشر، في الوقت ده هنعمل ايه؟ لازم تعمل ديستراكشن للجوينت قدر الامكان لو هو انترا ارتيكولار فراكشر. ليه؟ لان قلنا في الاول ان لها موبيليتي عاليه 6 ديجريز فري اوف موشن، ففي نفس الوقت 6 دايركشنز اوف موشن، ففي نفس الوقت عشان الموشن بتاع الفوت تبقى شغاله صح لازم نحافظ على الفيرست تري ده موبايل زي ما هو موبايل. فبالتالي لو عندك انترا ارتيكولار فراكشر ممكن نستخدم سبانينج للترسو ميتاتارسال جوينت سواء باكسترنال فيكسيتور او بشريحه زي اللي انت شايفها دي. الشريحه اللي معديه الجوينت دي مش مثبته الجوينت، ده عامله ديستراكشن على مستوى الجوينت عشان تحمي الكسر الاصلي. زي ما احنا شايفين ده كوميونيتد في البيز بتاع الفيرست ميتاتارسال، ثبت بشريحه تي صغيره مع باقي الكسور، وفي نفس الوقت عمل بري بيندنج الشريحه تلت كده وعمل ديستراكشن بيها لهذه الجوينت، بل ساعد كمان باكسترنال فيكسيتور عشان يحافظ على هذه الموشن. باقي الميتاتارسال لو عندك سنجل ميتاتارسال مكسوره، لو مش بلانتر فليكسد او دورس فليكسد مش هتضايق العيان يعني في الحركه ليتر اون، في الوقت ده انت بتمشيه كونزرفاتيف. لو مالتيبل ميتاتارسلز مكسورين وان بليز برضه بتعالجه كونزرفاتيف. والتريتمنت اوبشنز بالنسبه لك يا كي وايرز يا شريحه صغيره في هذا المكان. ساجيتال بلين ديسبليسمنت او انجوليشن هي اهم حاجه بالنسبه لك، يعني العظمايه لو مكسوره عند النك هنا وبلانتر فليكسد ديستال بلانتر فليكسد، في الوقت ده كل ما العيان ده يقف على رجليه هيحس بحاجه بتشكه من تحت، يبقى في الوقت ده الافضل انك تثبته. طب لو دورس ريفلكسد في الغالب مش هيحس بحاجه، ولكن ممكن يحصل له واتس كولد ترانسفير ميتاتارسالجيا، يعني الصوابع اللي جنبها يشتكي بين فيه بهذا الشكل، كسر في النك متثبت بايه؟ بشريحه ومسامير. واحنا بنثبت كومنلي بكيوارز، بس لما تيجي تثبت بكيوارز انت بتدخل من الكسر وتطلع بلانتري، وانت طالع بلانتري ممكن تضطر تعدي في البروكسيمال فالنكس، لانك لو عملت فورسنج البروكسيمال فالنكس كده ممكن تعمل هايبر اكستنشن مومنت على بروكسيمال فالنكس فيفضل هايبر اكستندد بهذا الشكل. بالي وده شكل الايه كيوارنج. والميتا ترسل نيك فراكشرز بهذا الشكل لو ان بليس بتعالجهم كونزرفاتيف، مش ان بليس بتعمل كلوز ريدكشن او اوبن ريدكشن وتثبتهم بسلوك زي ما احنا شايفين كده. متى ترسل هيد فراكشر ده نادر جدا، ولازم يجي لك مثلا بانجري اوبن فراكشر او حاجه زي كده، او شارب اوبجكت وقع على رجله او حاجه قطع الايه او كسر الارتيكولار سيرفيس، وفي الوقت ده ممكن تردها بهربرت سكروز او ميني فراجمنت سكروز.
اخر انتيتي عندنا وهي الفيفث ميتاتارسال فراكشر. الفيفث ميتاتارسال فراكشر شهيرين طبعا وده كومنست انجر في الفوت، ولكن الفيفث ميتاتارسال لازم نقسمها، هل هو ميد ديافيزيال في هذا الجزء، هل هو بروكسيمال ديافيز وده كومن مع الاستريس فراكشر اللي بتحصل للشباب في الجيش او حاجه كده صافه وانتباه، او جونز فراكشر اللي هو الميتافيزيو ديافيزيال جونكشن، ولا تيوبروستي فراكشر. دول يختلفوا تماما عن بعض ولازم تبقى عارف كل اريا ليه مختلف عن التاني. اول حاجه التيوبروستي فراكشر هو ده الموست فريكوينت وده معظم الكسور بتجيلك تيوبروستي افالجن للابوفيزس، ده بسبب البرونياس بريفيس اللي انسرتت في المكان ده، وده معظم الكسور اللي موجوده تمثل 93% من البيز فراكشرز اللي موجودين في فيفث ميتاتارسال. يجي بعدهم زون 2، يعني عندنا زون 1 عندنا زون 2 ثم زون 3. زون 2 دي اللي هي بتمثل الجونز فراكشر، واللي بعدها او الميتافيزيو ديافيزيال فراكشر، اللي بعدها هو الشافت فراكشر او اللي بتمثل الاستريس فراكشر. زون 2 دي اخطرهم لانها عرضه للنون يونيون. ليه عرضه للنون يونيون؟ لانها موجوده في واتس كولد ووتر شيد زون، او بيحصل انتربشن للمين نيوترينت ارتري، فالعيان ده تعالجه كونزرفاتيف شهر 2 3 برضه ما يلحمش، في الوقت ده بيبقى فور اوبريتيف انترفينشن. يبقى العيان اللي عنده جونز فراكشر ده عرضه من الاول ان هو يحصل له نون يونيون، فالافضل انك تثبته من الاول. غير التيوبروستي فراكشر اللي موجود في المكان ده معظمهم بيلحموا كونزرفاتيف، وده جونز فراكشر بهذا الشكل. لو سبته شهر هتستنى، في الغالب مش هيلحم. طب لو ما لحمش يبقى في الوقت ده بتتدخل بانتراميدلر سكرو بهذا الشكل، ممكن تعمل له بون جرافتنج كمان، ده بعض التكنيكس اللي بتثبت بيها جونز فراكشر. ولو عندك كوميونيتد فراكشر في البيز اوف ذا فيفث متترسل بهذا الشكل، طالما واصل للليفل بتاع اللي هو الجونز ده اللي هو الووتر شيت زون او النيوترنت ارتري بتاع المكان ده اتقطع، يبقى في الوقت ده محتاج فيكسيشن، ممكن تحط له 17 شريحه بهذا الشكل عشان توصل للفيكسيشن او لليونيت.